ونبحث اليوم ملف آفة المخدرات ومسؤولية الأحزاب والميليشيات عن إغراق البلاد بالمخدرات وتكريس العراق كدولة فاشلة. معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياكم الله وحيا أهلا بك أستاذ مصطفى. مديرية مكافحة المخدرات تحدثت عن ازدياد نشاط قضايا المخدرات والمعتقلين بنسبة 30% في عام 2023. بداية، كيف تقرأ هذه النسبة؟ أول من أمس أعلنت وزارة داخلية السلطة الحالية في العراق أن عدد الذين ألقي القبض عليهم في قضايا تتعلق بالمخدرات تهريبا أو تصنيعا أو تجارا أو زراعة تصل إلى نحو 15,000 قضية في 15 محافظة على مدى الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الذي تنقضي أيامه بعد يومين. هذا العدد عدد هائل كبير جدا، لا يمكن أن نفهمه إلا في إطار السعي لتدمير العراق وتحديدا شريحة الشباب منه. العراق كان خاليا تماما قبل غزوه واحتلاله سنة 2003، كان خاليا تماما من أي قضية تتعلق بالمخدرات لوجود الروادع القانونية والجهات المسؤولة التي تمنع تهريب المخدرات أو زراعتها أو صناعتها في العراق. الآن الجهات المسؤولة هي من تتولى زراعة وصناعة والسماح بتهريب وترويج هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شريحة الشباب بشكل خاص. ولكن لمصلحة من؟ لمصلحة مشروع تدمير العراق. هذه الجهات التي تتولى هذه العملية، عملية تهريب المخدرات، عملية الترويج للمخدرات بكل أنواعها، هي الجهات الميليشياوية المسيطرة على القرار السياسي والقرار الأمني والقرار القانوني والقضائي في العراق. وبالتالي كل هذه العوامل التي تؤدي إلى تخريب العراق تدعمها هذه الميليشيات وتروج لها. ليس الأمر متعلق فقط بالمخدرات، وإنما بانتشار الأفلام الإباحية، انتشار شبكات الدعارة، انتشار ما يشبه هذه موضوع اليانصيب والقمار. كل هذه القضايا التي كانت ممنوعة في العراق بشكل صارم أصبحت اليوم متاحة بسبب الدعم الحكومي والدعم الميليشياوي. الدعم الحكومي طبعا ليس دعما ظاهرا، وإنما من خلال الأدوات التي تستخدمها هذه الجهات المسيطرة على الحكومة، والحكومة حقيقة والبرلمان والجهات الأمنية والعسكرية كلها جهات ذات علاقة بالميليشيات أو هي ميليشياوية فعلا، وبالتالي كلها تتآمر لتدمير شعب العراق وتحقيق الهدف الأساسي من الاحتلال الأسود الذي مضت عليه 21 سنة تقريبا. هذا الاحتلال سعى بشكل أساسي ومخطط له ومبرمج ويعني واسع الانتشار لنشر كل الموبقات في العراق. هذا الذي رأيناه خلال السنوات 21 الماضية لم يكن عملا عشوائيا ولا تلقائيا، وإنما ولا نتيجة فقط ل يعني حالة التسيب في الحدود، وإنما عمل مبرمج مخطط له. ولكن يعني في ذات الوقت أستاذ مصطفى، هناك وعود من قبل رؤساء الحكومات، خاصة إذا كنا نتحدث عن 2023، هناك وعود من السوداني ب يعني كبح جماح هذه الآفة ومكافحة المخدرات ومكافحة أيضا انتشار الفساد وغيرها من الأمور. في أي سياق يمكن وضع هذه الوعود إذن؟ هذه الوعود سمعنا منها كثيرا خلال السنوات 21 الماضية. كل السلطات التي تعاقبت
السلطات العميلة التي نصبها الاحتلال وتعاقبت على حكم العراق والتسلط على أبنائه، كلها يعني قدمت مثل هذه الوعود ولكنها فشلت تماما في تحقيق أي منها، لأنها ضالعة في مشروع تدمير العراق، ولأن الجهات المسيطرة على هذه السلطات، وكما قلت هي يعني ليست فقط في السلطة الإدارية والتنفيذية، وإنما هي في السلطات التشريعية والأمنية والعسكرية والقضائية أيضا، كلها يعني تعمل ضمن مخطط أساسي لتدمير العراق. هذا المخطط لم يعد سرا، الذي حصل خلال السنوات الإحدى والعشرين الماضية كشفت يعني كشف ما حدث خلال السنوات الماضية، كشف حقيقة هذا المشروع التدميري ليس مشروعا في خيال صحفي أو كاتب أو متحدث يعبر عن مزاجه الرافض لهذه السلطة كما يزعم، وإنما هو مشروع حقيقي له خطوات مبرمجة. ولذلك نشهد انتشارا واسعا في كل المحافظات العراقية، هناك تهريب من سوريا ومن لبنان طبعا عبر سوريا، وهناك تهريب من إيران، جعل العراق ممرا للمخدرات إلى أبطار الخليج العربي. يعني العراق الآن هذه الشبكات المترابطة، سوريا كما تعلم يعني باتت إمبراطورية مخدرات كما يعني تصنفها عدة دول، وهناك إصرار من قبل الحكومات على عدم التدقيق ومسك المنافذ الحدودية معها لكبح هذه الآفة. إلى ماذا يؤشر وجود شبكات مترابطة بدول الإقليمية والمحيطة بالعراق؟ إلى ماذا يؤشر؟ عندما يعلن وزير داخلية النظام السابق عثمان الغانمي أن نسبة الإدمان وصلت بين شباب العراق إلى نحو 50%، وهذا رقم حقيقة رقم كارثي جدا، لا يوجد حتى في أكثر الدول إدمانا على المخدرات، لا يوجد حتى في الولايات المتحدة، لا يوجد في حتى في إيران التي يعني معروف انتشار المخدرات بين مواطنيها، ولا يوجد في أي دولة في العالم كما قلت. يؤكد هذا الأمر أن هناك قصدية تامة وإرادة تتعدى الإرادة المحلية لفتح الحدود وإغراق العراق بهذه المخدرات. الموضوع ليس عملية محلية، هناك شبكات دولية تنشط سواء من إيران عبر العراق أو من أقطار لبنان أو سوريا عبر العراق إلى دول الخليج، هناك تهريب للمخدرات إلى دول الخليج العربي. كما تعلم حضرتك أن هناك دول في الأقطار في الخليج العربي منعت استيراد الفواكه والخضروات من لبنان بالذات، لأنها أصبحت وسيلة لتهريب المخدرات. فعندما أغلق هذا الباب أصبحت هناك شبكات تعمل عبر الأراضي العراقية. العراق أؤكد مرة أخرى أنه كان خاليا تماما من هذه الآفة قبل غزوه، وكان بالتالي يحفظ حقوق ويحمي البيئة الاجتماعية والأمنية للأقطار المجاورة. الآن أصبح ممرا ومصنعا وزارعا ومروجا ومهربا. الموضوع أخذ أبعاد أكبر، ولذلك عملية التصدي لهذه الآفة في العراق يجب أن تكون تتبعها يعني ليس عملية غلق الحدود فقط من الجانب العراقي، وهذا لن يحدث طبعا، وإنما عملية ضبط للحدود من الأقطار المجاورة سواء من الأردن أو من سوريا، من السعودية أو من الكويت، لضمان عدم تهريب المخدرات من إيران إلى هذه الأقطار عبر العراق، أو من سوريا عبر العراق إلى هذه الأقطار. وطبعا حضرتك تعرف ويعرف السادة المشاهدون ما يحصل على الحدود الأردنية السورية أحيانا من تهريب المخدرات. إذن العملية عملية ذات طابع إقليمي وربما دولي أيضا، هناك عصابات تنشط في هذا الاتجاه
ليست محلية فقط ولا إقليمية فقط، وإنما ربما دولية أيضا. نعم، يعني على المستوى الدولي إذا أردنا أن نتحدث هنا، هل بات مقبولا أن يكون العراق أو أن يستمر العراق بهذا الشكل ويعني يكرس كدولة فاشلة؟ ألا يعد العراق كدولة فاشلة بهذا المعيار، لربما دولة خطرة على جيرانه وعلى دول الإقليم بشكل عام؟ نعم، العراق الآن أصبح مصدرا لمخاطر عديدة، المخدرات والفتن الطائفية وغير ذلك، ولكن هناك أيضا إرادة إقليمية وإرادة دولية لاستمرار تدمير العراق. هذه الإرادة التي سمحت بغزو العراق واحتلاله تسمح أيضا باستمرار تدميره ويعني قتل أبنائه بشكل مباشر وغير مباشر، أيضا انتشار هذه المخدرات بين أوساط الشباب على نحو خاص في العراق، أمر مقصود لتدمير المجتمع العراقي، لتخريب إمكانيات الشباب العراقي، لتدمير المستقبل العراقي أيضا. وكل هذا يحصل بإرادة دولية، هي الإرادة الدولية التي غزت العراق واحتلته، وهي إرادة الشر، لا أقصد إرادة المجتمع الدولي، لأن العراق لم يحتل بقرار من مجلس الأمن، وإنما بإرادة الشر الأمريكية. الدبلوماسية العراقية قبل غزو العراق أفشلت المخطط الأمريكي للحصول على دعم دولي لغزو العراق، ولكن الذي حصل أن العراق غزي بإرادة أمريكية وبتشجيع ودعم من مصادر في الإقليم أو من يعني مواقع ودول في الإقليم. طيب، ما هي السبل، نعم أستاذ مصطفى، ما هي برأيك ما هي السبل المتاحة والممكنة لمجابهة هذه الإرادة ولحماية الشباب العراقي من هذه الآفات؟ يعني استمرار التوعية لا شك أنه مطلوب، لكن أيضا الأساس هو وجود إجراءات رادعة وحقيقية. هذه الأرقام التي نسمع عنها عن أعداد القضايا أو أعداد المقبوض عليهم للتجار يعني لقضايا تتعلق بالمخدرات، أنا أذكر أيضا هنا بالمناسبة تصريحا لأحد القضاة في إحدى محاكم بغداد، يقول أنه يوميا تعرض ما لا يقل عن 50 قضية تتعلق بالمخدرات في قضية في محكمته فقط، وهناك العديد من المحاكم في بغداد أخرى أيضا يعني تعرض عليها قضايا. لذلك الموضوع أكبر من مجرد التوعية، المطلوب إجراءات قانونية رادعة حقيقية. هذه الأعداد التي يعلن عنها هي لصغار المتاجرين، للمتعاملين الصغار ربما لأغراض شخصية يحوزون مخدرات. شكراً. هؤلاء الذين، نقطة أخيرة أختم بها، هؤلاء الذين لا ينسقون عملهم مع الميليشيات من يقبض عليهم، أما الذين ينسقون عملهم مع الميليشيات والميليشيات تدير هذه الشبكات، فهؤلاء مستمرين في تخريب المجتمع. ربما لديهم حصانة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.